النهارده الماتش الثالث في المجموعه بتاعتنا، اعتبر الماتش الاخير. المباراه النهارده مهمه، لا تكون او لا تكون. اتمنى ان نفس الجديه ونفس التركيز ونفس الالتزام الاقيه النهارده موجود. انتوا اللي هتخلوا المباراه سهله وانتوا هتخلوها صعبه. نمره واحد تركيز، نمره اتنين اكون فعل وليس رد فعل. هنبدا النهارده بعمر. عمر النهارده تكون مركز. فانا اي كره بتجيلي فرصه لازم استثمرها عشان اخلص المباراه. تيجي تستلم الكره هنا ما تخشليش جوه، اطلع لي على الخط. كل فرصه رايح فيها ابقى عندي تركيز، درجه تركيز عليك. انا اهم حاجه مش عايز حد يستعجل، تمسك الكوره ترفع راسك تدي الباص الايه السهل. انا منتظر منك النهارده ان الختام بتاع اخر مباراه بالنسبه لنا يبقى مهم جدا. انا عايزه شوط النهارده، اي شوط هتيجي جول. نترجم الكلام ده كله باهداف ان شاء الله. تكون او لا تكون المباراه النهارده. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. اوكي كده تمام. في الوقت اللي كان فيه عمر بيستعد لمباراته النهاردة، لينا كانت في طريقها لبيت عمر عشان تكون موجودة مع والدة عمر. أهلاً 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 أهلاً, أهلاً. وحشتينا. اوعدك هتشوف كورة دلوقتي. رمزي خش هناك هناك. كل مرة يا ابني معايا كده، كل مرة. يلا معلش معلش معلش، يلا كويس كويس. انفعال من سارة على الخط. لا تعبان، انزل يا دكتور يا دكتور. مباراة قوية بين فريق محمد عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين وفريق بوبو بقيادة كابتن أحمد الكاس. المباراة بحضور الإعلام الرياضي إبراهيم فايق. لقاء اليوم ما بين فرقتين بيرمزوا لرمزين كبيرين. يدير اللقاء فنيا الكابتن الكبير كابتن احمد الكاس لبوبو. كابتن ساره حسنين تدير اللقاء فنيا الى فريق كابتن عبد الوهاب. رجاله احنا عمر مش موجود معانا، احنا احسن هديه تقدمها لصاحبك النهارده انك انت تهدي له انه مامته تطلع عمره. انا عماله اكلم فيه من الصبح بس ما بردش عليا النهارده الا مره واحده بس. ماتش وكده فتلاقيهم قال لي يا ماما انا عندي ماتش ادعي لي، فانا عماله اقول له بس عشان اعرف امتى بس عشان ادعي له. ضربه البدايه مع بوبو في الشمال يردها على طول. بدأت المباراة ما بين فرقة بوبو بقيادة كابتن أحمد الكاس وفرقة عبد الوهاب بقيادة كابتن سارة حسنين. الفرقتين داقوا طعم الهزيمة قبل كده، وبالتالي كل مدرب اضطر إن هو يمشي لعيبة قبل كده. المنافسة هتبقى عالية جدا لأن كل مدرب منهم عايز يتجنب إنه يمشي أي لاعب قبل ما ينتقل إلى دور الثمانية. بالتوفيق للاثنين. وعايز افكركم مره تانية ان ابراهيم فايق النهارده هيختار افضل لاعب من كل فرقه يلبس الشاره الذهبيه اللي هتوصل اللاعب ده الى دور قبل النهائي لو خسر في دور الثمانيه. عمر عمر يكمل مع الكره ويطلع الكره قدام خالد عصام، ولكن أحمد. في فاول. سيب الكره وارجع ارجع. احمد اسلام طلع الكرة بس بسرعة. يلعب الكرة لقدام تروح. يطلع كويس قوي من قلب الدفاع في اليمين، ولكن يكمل معاه كويس قوي قوي في الكرة اللي فاتت. ابراهيم عيد. احسن احسن كويس كويس كويس. انت بتاخدهم من الزيرو.
وتشكلهم زي ما انت عايز. فرصه كبيره قوي يعني. فرصه طبعا. انت وانت صغير لما كنت بتلعب كره وانت بتبدا عمر حد جالك فرصه زي دي؟ تطلعها ده حلم حياتي. تروح مره ثانيه عند حميده عايز يلعب الكوره احسن نص الملعب يلم الكوره كويس يجري بيها عمر لقدام تروح في انفراد في انفراد اوفسايد. مع بداية الشوط الأول كان واضح الروح العالية اللي بيلعب بيها فريق بوبو وإصرارهم على تحقيق الفوز عشان فريقهم والأهم عشان يسعدوا زميلهم في الفريق عمر أيمن. مبسوط إن المتحدة بتفكر بالشكل ده لأن هو ده الشكل المنهجي الحقيقي إنه الإعلام يحس بدوره الوطني والقومي في حاجة ليها علاقة بإن إحنا نخرج مواهب. اللي بسطني أكتر إنه اللعيبة دي جاية من كل حتة من محافظة مصر. دي حاجة فعلا فعلا عظيمة. تروح عند عابر، عابر يلعب الكرة في نص الملعب لزياد فوزي. مرة تانية كل ده في نص ملعب بوبو في الكورة إلى الآن على ملعب بوبو. يطلعها المدافع عايز يعدي ده في انفراد في انفراد الانفراد في البعاد. يا ولد يا ولد عملها حلوة قوي محمود خالد. الدقائق الأولى من الشوط الأول شهدت أداء متماسك من عمر وبمراوغة رائعة نجح في استخلاص كرة اتسببت في هدف رائع لفريقه عن طريق محمود عدلي. حلو يا عمر يلا روح روح بس الناحية الثانية. جول يلا جول يلا جول يلا جول يلا جول يلا جول يلا جول يلا. انفعال من سارة على الخط والفار على طول وكله بيهجم. احساسك ايه وانت بتضرب القوانين كلها واقف على الفار عادي ومحدش بيكلمك؟ احساس جامد جدا صراحه مش بتاعتي خالص. لكن فرحة بوبو ما كملتش بعد قرار الحكم باللجوء للفار. الهدف فعلا وتروح لفريق عبد الوهاب اللي يلعب الكره في اليمين. استلمها كويس قوي موندي يعدي كويس قوي موندي يعدي موندي يعدي موندي عايز يلعب الكره لكن يعدي من واحد واثنين يعمل معاه فاول. لاعب مميز موندي ابن الاسماعيليه موندي ياخد فاول. انت عمر ارجع هيلعب ضربه الحره تروح جوه منطقه الجزاء تيجي ولكن يخلصها الدفاع كويس قوي عاجبني قوي. أيوة عمر ايمن عمر ايمن يلعبها لقدام واحده واحده في الشمال يغطي عليه كويس قوي ويطلع الكوره. معلش 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 يلا كويس كويس رمزي 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 يغير الاوت على نص الملعب معاك واحد بالشمال يطلع الكوره مره ثانيه واحدين لقدام. ايوه الدفاع يخلص الكوره كويس لكن في فاول. واحد صفر احساسك ايه دلوقتي في الاوقات ديت وانت متقدم بجول صحيح بنسبه 100%؟ انا عايز اقول لك انا مبسوط منهم. مبسوط ها؟ يعني لان اول ماتش كنا وحشين جدا. الماتش اللي فات انا خسرت قلت لهم انا مبسوط منكم ومش زعلان. انا ممكن اكون خسران بس مش زعلان. انا مبسوط من ادائه كمان في كذا لا اتحسنوا كتير قوي ان شاء الله. ان شاء الله يرجع مره ثانيه يلعب الكره لقدام في الشمال يجري عبد الله عيد عبد الله عيد وياخد عمر فاول.
هو اللي هيلعب الكوره السيد علاء لبوبو، يلعب الكوره ويرجع بيها مره ثانيه. حط بقى، عايز يشوط الكوره. حلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه. شاط الكوره من جنب العارضه، ايه كانت ممكن تبقى هدف مستريح وهدف يريح. انا عارف ان الاجواء مشدوده وانت متاخره 1-0، المشكله عندك فين؟ في الحكم. لا ده كده ظلم، دي كده شماعه برضه في المباراه، دي كده شماعه في المباراه الثانيه برضه. الفار 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 كان واضح، الكره ما فيهاش حاجه يا كابتن صالح. في نص الملعب، نص الملعب لعيب رقم 2 عندك، لعيب اه باك رايت حمود. عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله. في اللحظه دي فرقه الكابتن احمد الكاس بتجيب الجول الثاني. يلا يلا شباب، يلا يلا يلا. هاي الاولاد، هاي مروان، مروان تعال. عملها حلو والله. عبد الله عيد يا 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 عبد الله ابن القاهرة. اللعيبة بتاعت فرقة الكابتن أحمد الكاس مصممين، عندهم دافع مش طبيعي. فكرة إن هو خلق لهم إحساس المسؤولية بإنه زميلهم عمر لازم يفرح عشان الظروف اللي عند والدته وتعبها، وان هم عايزين يبسطوها بشكل غير طبيعي، مخلي الفرقه بتاعت الكابتن كاس بتلعب بحماس اجمد، رغم ان الجوده اللي عند الكابتن ساره افضل. يكمل بكوره، تعالى ارجع عبد الله، ارجع عبد الله، ارجع عبد الله، ارجع عبد الله. عايز يجري له موندي، ارجع عبد الله. ياخد الكره حلوه قوي من قدامه ويكمل ويكمل ويدخل جوه منطقه الجزاء وياخد ضربه ركنيه. زياد سليمان ابن الدراويش ياخد ضربة ركنية، يلعب الضربة الركنية جوه منطقة الجزاء، تروح وشوط الدفاع وعبد الفتاح مرتاح ابن المرية ابن اسكندرية اللي اضربها زعفراني الحارس يخلي فريقه لا يعاني. عبد الفتاح يتصدى للكورة بنجاح، تروح لقدام في العمق، عايز يعدي. فاول 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 حكم، فاول حكم، فاول حكم، فاول اصفر، دي اصفر يا مولانا، اصفر يا مولانا. وقع على الارض عمر ايمن. نزلوا دكتور عمر أيمن بطل المباراة، اتسبب في قلق كبير لفريقه بعد سقوطه في نص الملعب وتعرضه لإصابة في الرقبة. هيبدأ مرة تانية زياد، هتلعب على اللايف. عمر أيمن أم بيطمن عليه كابتن أحمد الكاس، تروح في نص الملعب، اطلع على اللايف على الخط، ترجع عايز يلم الكرة. زياد من أيوه إيه. يلا يلا انزل. عايز يعدي يلعب الكرة في الشمال، ولكن الدفاع يطلع الكرة كويس قوي، يجري كويس، ضاغط 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 فريق بوبو لغايه قبل ال 18، يشوط الكوره ولكن بعيده بعيده الكوره، وبينتهي الشوط الاول ب 2-0 لصالح فريق بوبو.